اقل جهاز هو عباره عن تلفزيون بحجم 100 انش. كيف؟ اصبروا علي شوي لحتى تفهموا. الجهاز فعليا هو عبارة عن بروجيكتور ليزر بيستخدم تقنية الترايكروم لحتى يوفر لك اعلى دقة من الالوان، لكن ايضا اعلى سطوع ممكن لحتى يولد لك صورة ممكن تنافس التلفزيونات من حيث السطوع، اللي هو يعتبر اكبر مشكلة حاليا البروجيكتورات كانت بتواجهها وانحلت بسبب تقنية الليزر وبسبب تعدد الالوان بالنسبة للليزر الموجود في هذا البروجيكتور. فبالتالي صار في عندك جهاز بيوفر لك احجام عالية جدا بالتلفزيونات بتوصل ل 120 انش مثل هذا البروجيكتور، لكن بسعر جدا منافس للتلفزيونات وفعليا ما بيولد خمس اسعار التلفزيونات بحجم 100 انش. فمثلا هذا البروجيكتور بالذات سعره $3000 اللي هو الهايسنس بي اكس 2 برو، مقارنة باي تلفزيون لو بدك تشتري حتى 80 انش او 90 انش رح يكلفك بحوالي $15,000 الى $20,000، ممكن يطلع لفوق لو بدك اعلى التقنيات المتوفرة حاليا في السوق. وطبعا في تلفزيونات ممكن تنافس البروجيكتور بالسعر، لكن الفكرة ان هدول التلفزيونات دقة الوان بتكون سيئة، سطوعهم بيكون سيء، كل الميزات الموجودة فيه بتكون اسوأ بكتير من هيك البروجيكتورات. وبالتالي هذا الشيء بيخلي هذا البروجيكتور نوعا ما هو افضل خيار اذا بدك شيء حجم شاشته عالي، لكن نفس الوقت بيوفر لك افضل التقنيات من حيث عرض السينما. فنتكلم شوي عن مواصفات شاشة العرض الموجودة بهيك بروجيكتور بتخليه رائعة جدا. اولا مدى الالوان اللي هو BT2020 هو من افضل الانواع اللي ممكن تحصل عليها حاليا في البروجيكتورات او التلفزيونات. ولو حبيت تشتري نفس هذا الشيء بتلفزيون راح تكلفك كتير مبالغ طائلة، فكون انه هون ندعوم هذا الشيء بيوفر لك تجربة سينمائية حقيقية من حيث دقة الالوان. ايضا بالنسبة للاضاءة السطوع بيوصل ل 2400 لومن خاصة بهذا البروجيكتور، وهذا الشيء ايضا بيخليك قادر انك تتفرج على الافلام باضاءة متوسطة بحيث انه يكون جودتها جدا ممتازة وبتنافس التلفزيونات. طبعا هذا البروجيكتور اسمه 4K ليزر سينما، لكن في شيء افضل منه لو حبيت انت تشغل البروجيكتور في اضاءة معتادة جدا خلال غرفة، مثلا انت فاتح الستائر واضاءة الشمس داخله، اللي هو ال 4K ليزر TV. هذا بيجيك ايضا مع شاشة عاكسة للنور بحيث انت تحصل على افضل صورة حتى لو اضاءة الغرفة عالية، وسطوعه ايضا بيوصل لرقم اعلى 2700، وفي نسخ ايضا توصل 3000 لومن. دقة البروجيكتور هي 4K تردده 60 هرتز، بيدعم كل تقنيات ال HDR من HDR10 Dolby Vision HLG، وايضا في عنده low latency مود المناسب جدا للجيمينج. ايضا فيه مود خاص للسينما بحيث انه يقدر يعرض لك نفس الاعدادات اللي هو مخرج الفيلم حطها في البلوراي ديسك لحتى تنعرض عندك كأنه انت عم تتفرج على هذا الفيلم بالسينما. فيه سبيكرات من فئة الستيريو بتوصل ل 30 واط، وصوتها جدا كان عالي خلال الاستخدام، لكن البيز لسبب من ما فيه شوية كراكينج نويز بيظهر في بعض الأحيان خلال الاستخدام. أعتقد التونينج تبع السبيكرز بيحتاج شوية تحسين، ممكن عن طريق سوفتوير أبديت ينعمل. طبعا قلنا انه في low latency mode، فهذا هو الخاص بالجيمينج، وهذا الشيء بيعني ان البروجيكتور كمان ممكن تلعب عليه جيمينج لو حبيت. فكل المواصفات فعليا بتعطيك تجربه فعلا سينمائيه على هيك بروجيكتور. جربته على افلام مثل توب جان، جون ويك، وسوزومي، صراحه دقه الالوان كانت جدا رائعه، فعاله الاتش دي ار طبعا جربتهم على اعلى دقات ممكنه، صراحه كتجربه انا كنت جدا منبهر بكميه الدقه اللي قادر احصل عليها، والسطوع ايضا من هيك بروجيكتور حجمه صغير مركب قريب الشاشة بدون ما انه تحتاج مثلا تشتري تلفزيون واسع بحجم 100 انش. انا حصلت على 100 انش بكل سهولة بس ركبته قدام الحيط. حتى تجربة الصوت باستخدام تقنية دولبي اتموس كانت فعلا مميزة، مختلفة عن تجاربي السابقة للافلام، لانه فعليا انا ما جربت هالتقنية من قبل. فعموما كتجربة البروجيكتور يعتبر خيالي صراحة لمشاهدة الافلام، وفينا نقول انه هو الابيتومي، يعني اعلى شيء ممكن تحصل عليه او قريب من اعلى شيء كتجربة مشاهدة افلام. اما بالنسبة الجيمينج ايضا صراحة كنت ايضا جدا مستمتع في الجيمينج على شاشة 100 انش، تقدر تشوف كل تفاصيل العوالم اللي ما كنت انتبه عليها من قبل، وحتى عملت اللي ما ممكن ينعمل وساويت سيت اب صغير للجيمينج، حطيت بروجيكتور تحت الطاولة على مسافة معينة بحيث يعطيني حجم شاشة على حوالي 90 انش، وحطيت ماوس وكيبورد ولعبت باتل فيلد. كل التفاصيل كنت عم بشوفها كانت جدا رائعة، التصويب كان جدا اسهل لاني كنت عم بشوف كل شيء، روس الناس فيني اصوب عليهم بكل سهولة خلال اللعب، الالوان كمان مرة
مره ثانيه بترجع بتعطيك شيء حلو كتير. وايضا الليتنسي المنخفضه بهيك بروجيكتور داعمه للجيمنج تعتبر جدا ممتازه. على حسب ما مكتوب اونلاين الليتنسي بتكون على حوالي 30 ل 40 ملي ثانيه، اللي تعتبر جدا مقبوله لبروجيكتور مو مخصص للجيمنج خاصه. كرده فعل خلال الجيمنج ما كان عندي اي مشاكل اني الاحظ الفرق. اعتقد اذا اي حدا بده يلعب جيمنج نوعا ما كاجوال مش كتير كومبتيتيف لكن يستمتع بالافكتس والاشياء هاي، هذا البروجيكتور كمان يعتبر خرافي كبديل للتلفزيون. اذا بدك تلعب على بلاي ستيشن 5 جدا ممتاز يعتبر، لانه بيدعم الاتش دي ام اي 2.1. وعلى سيره المنافذ في عنا 2 اتش دي ام اي 2.1 مو واحد بس، بالاضافه ل اتش دي ام اي 2.0 60 هرتز، في عندك وصله ايثرنت لان، في عندك ديجيتال اوبتيكال، في عندك هيدفون جاك اذا انت بتحب توصل سماعات خارجيه عليه، في عندك كمان يو اس بي اذا حابب تركب عليه شيء عن طريق السوفت وير تتفرج على افلام موجوده على يو اس بي او هارد ديسك خارجي. السوفت وير الموجود جواته كمان يعتبر ممتاز، هو مش سوفت وير جوجل لكن فيه كل السيتنجز بتحتاجها، وايضا فيه كل الستريمينج ويب سايتس اللي بتحبها، وفي عندك كمان الويب فيديو كاستر كبرنامج ممكن تنزله وتستخدمه للستريمينج من موبايلك لشو ما كنت حبيت على هيك بروجيكتور. ريموت البروجيكتور جدا عادي، فيه كل الكبسات اللي بتحتاجها، واللاي اوت تبعك جدا ستاندرد، فيه كمان كبسات زياده لمعظم الخدمات اللي ممكن تحتاج تستخدمها مثل يوتيوب وبرايم وديزني، فبعتبره ايضا جدا ممتاز كاستخدام. وبالنهايه فيني اختصر المراجعه بجمله واحده فقط عن هذا البروجيكتور، اللي هي اذا انت عم تدور على تلفزيون بحجم 100 انش، هذا البروجيكتور افضل من حيث المواصفات وارخص من حيث السعر باضعاف. وبس هي كانت نهايه المراجعه، شوفوا الفيديو راح يطلع امامكم، تابعوني على انستغرام وسبسكرايب، ومع السلامه.